سنة تانية ركزوا معايا، هناخد دلوقتي درس جديد، التواصل عبر الزمان. هنبدأ نقرأ الدرس الأول: التواصل عبر الزمان. منذ قديم الزمان اهتم الناس بالتواصل مهما بعدت المسافات. في البدء استخدم الناس الحمام الزاجل لإرسال الرسائل لأنه سريع وعنده قدرة على معرفة الطرق والأماكن. بعد ذلك قام الأشخاص بإيصال الرسائل سيرا على الأقدام أو بواسطة الجياد، ثم تطورت وسائل الاتصال تطورا هائلا، فتم إنشاء خدمة البريد لإرسال الرسائل بوسائل المواصلات المختلفة كالحيوانات أو الدراجات أو السفن أو الطائرات أو غيرها. أما الآن فقد أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة، وذلك بفضل اختراع الهاتف والراديو والتلفاز وأخيرا شبكة الإنترنت. يبقى الدرس بيقول إزاي إحنا كنا بنتواصل عبر الزمن من قديم الزمن لحد دلوقتي. أول حاجة استخدمها الإنسان هي الحمام الزاجل علشان يرسلوا الرسائل، وبعد كده عرفوا الرسائل عن طريق سير على الأقدام، وبعد كده تطورت عن طريق البريد لإرسال الرسائل، تمام، وبعد كده عن طريق السفن والمواصلات، ودلوقتي أصبح التواصل أكبر سهولة بفضل الهاتف والراديو والتلفاز وشبكة الإنترنت. دي آخر حاجة في التواصل، أحدث حاجة في التواصل عن طريق الإيميلات. طيب نشوف بقى كده الأسئلة. التواصل عبر الزمان، رتب الصور من القديم إلى الحديث. أقدم صورة فين هنا؟ دي أقدم صورة، يبقى نحط تحتها 1. دي الصورة التانية، دي أحدث صورة، دي رقم 3. يبقى احنا كده رتبنا الصور من القديم إلى الحديث. طيب السؤال اللي بعده بيقول اقرأ واكتشف، صل كل كلمة بمعناها. نقرأ الجمل. أول واحدة: يحب عادل ركوب الجياد، حضر الحفل عدد هائل من الناس، في المدرسة اخترعت شيئا يشبه الصاروخ. طيب الكلمات: كبير وضخم ابتكرته، الأحصنة، الجياد، الجياد اللي هي الأحصنة جمع حصان، هائل يعني كبير وضخم، اخترعته يعني ابتكرته. طيب يبقى دي كلمات لازم نحفظها ونفهمها كويس. السؤال اللي بعده: رتب طرق التواصل عبر الزمان واكتب اسم كل وسيلة اسفلها. يعني الصور اللي قدامنا هتبين لنا كل وسيلة هنستخدمها في التواصل، وحاجة تانية هنرتبها عبر الزمن يعني من القديم للجديد او للحديث. اقدم حاجة طبعا الحمام الزاجل. كانوا بيعملوا ايه؟ كان في الرجل بتاعه الحمامه بيربطوا الورق اللي هم عايزين يوصلوه، ويقوموا مطيرين الحمامه وتوصل للمكان اللي عايزين يوصل ليه. ده طبعا الكمبيوتر، اللابتوب اللي عن طريق الايميل. هنا البريد، خدمه البريد. القديم هو الحمام الزاجل، دي اول واحده. تاني حاجه البريد، تالت حاجه عن طريق الإيميل والإنترنت. طيب إيه وسيلة التواصل هنا؟ قلنا الحمام الزاجل. طيب هنا الإنترنت، هنا البريد. طيب النشاط اللي بعده بيقول أكمل بكلمات مناسبة. عندنا 4 كلمات: أرسلة، هائل، رسالة، الاختراعات. عندي قطعة وهنبدأ نحط كل كلمة في المكان المناسب ليها. سافرت جدتي وشعرت باشتياقي إليها، فاقترحت أمي النقط إليها، نقط، فأحضرت ورقة وقلما وكتبت إلى جدتي أحبك كثيرا وأفتقدك، أنا بخير وأصبحت في الصف الثاني، وقد قمت بعمل كم من نقط وأنتظرك حتى تشاهديها، حفيدك حامد. هو كاتب رسالة، تمام. هنبدأ نختار الكلمات المناسبة.
سافرت جدتي وشعرت باشتياقي إليها، فاقترحت أمي أن أرسل إليها، برافو، أرسل إليها رسالة، فأحضرت ورقة وقلم وكتبت، وقد قمت بعمل كم هائل من الاختراعات. يبقى دي الكلمات المناسبة حطيناها في المكان المناسب. هنا بقى بيقول هنبدأ نفرق ما بين نوعين من الأفعال. الفعل عندنا بيدل على زمن، هما 3 أنواع، فعل ماضي ومضارع وأمر. هنبدأ نشوف كل فعل بيدل على ايه وزمنه ايه وبنكتبه امتى. يعني هنا الولد بيأكل الطعام، لسه بيأكل، يبقى دي فيها استمرار، بيدل على الحاضر والاستمرار. تمام، هنا مستمر لسه في أكل الطعام، إنما هنا أكل أدهم الطعام. لو تلاحظوا الطبق اللي قدامه فارغ ما فيهوش حاجة، فهو هنا أكل فعل ماضي بيدل على انتهاء حدوث الفعل. طيب هنا البنت فاتحة الكتب وبتذاكر، فمكتوب تذاكر جودي دروسها أو دروسها. هنا في استمرار لعملية المذاكرة، فتذاكر هنا بتدل على زمن المضارع. طيب البنت هنا قفلت الكتب خلاص وقاعدة، فهي خلصت انتهت. فلما نيجي نعبر عن الجملة هنقول ذاكرت جودي دروسها. ذاكرت هنا بتدل على الماضي. يبقى احنا كده سنة تانية عملنا ايه في الصفحة دي؟ بدأنا ناخد الكلمات المناسبة نحطها في الجمل، وفرقنا ما بين وسيلة التواصل، وكمان لاحظنا الفرق ما بين استخدام الفعل الماضي والفعل المضارع. طيب نتنقل للصفحة الأخيرة، لاحظ وتعلم. بتقول ايه؟ ضع الكلمات في الجدول كالمثال. عندنا أفعال ماضي وأفعال مضارع، هنبدأ نقرأ ونحط كل فعل في المكان المناسب ليه. خرج، يذهب، تلعب، حفر، قال، يكتب، قرأ، يتحدث. طيب عندنا ولد وبنت، الولد ماسك القايمة الخاصة بالفعل المضارع والبنت ماسكة القايمة الخاصة بالفعل الماضي. طيب يذهب، يذهب ده بيدل على الاستمرار في حدوث الفعل، فهتبقى فعل مضارع. طيب وبادئ بحرف الياء، الفعل المضارع ده دايما بيبدأ بألف أو نون أو ياء أو تاء، وبيدل طبعا على الاستمرار في الفعل. طيب خرج بتدل على الماضي، فهو كتبها في الفعل الماضي. تلعب، تلعب في استمرار وبادئ بالتاء، يبقى نكتبها في الفعل المضارع. حفر بتدل على انتهاء حدوث الفعل، يبقى فعل ماضي. قال بتدل على الانتهاء، هنكتبها في الفعل الماضي. يكتب هنكتبها في المضارع. قرأ فعل ماضي. يتحدث فعل مضارع. طيب السؤال اللي بعده بيقول اختر الفعل المناسب لكل صورة ثم عبر عنها بجملة. طيب البنت هنا خلصت أكلت التفاحة خلاص، فهنقول أكلت البنت التفاحة، يبقى ده بيدل على الماضي، يبقى مش هنكتب تأكل. طيب البنت هنا بتشرب العصير، مش خلصت، لا ده حتى الشاليمو لسه، يبقى هي يعني بتستمر في الشرب، يبقى تشرب البنت العصير مش شربت. طيب قبل ما نتنقل لحاجة تانية عايزة اقول لكم ان الصفحة دي بتتكلم على التفرقة ما بين استخدام الفعل المضارع والفعل الماضي. القاعدة دي هتفضل معانا لتالتة ثانوي، فلازم نكون عارفين الاساسيات بتاعتها كويس. طيب النشاط ده انت هتحله في البيت. تحدث مع صديقك عن موقف استخدمت فيه طرق التواصل المختلفة مستعينا ببعض الكلمات زي هاتف، رسالة، حاسوب، لغة الإشارة، إشارات ضوئية. تمام النشاط ده بقى بيقول اكتب ما يملى عليك. بعد ما قرأنا الدرس في صفحة 2 نبدأ بقى حد من البيت، أختك، أخوك، ماما، بابا، يمليك جزء من الدرس تكتبه في الجزء ده.
ليه؟ علشان نتمرن على الكتابة كويس بعد ما اتمرننا على القراءة. بكده سنة رابعة، أي سنة تانية، يبقى احنا خلصنا الدرس بتاع التواصل عبر الزميل. بالتوفيق.